السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في فيديو جديد من قناة الغية، معاكم أخوكم عماد حمدي. طبعا دول الزغلولين اللي احنا زودناهم، ومعاهم الزغلول اللي كان طالع ضعيف وما كانش بيطير، كان طالع صغير. حبسنا الزغليل اللي كبرت شوية وطلعنا الصغيرين لوحدهم. ليه؟ علشان يبدأوا يتعودوا على المكان، عشان لو طلعناهم مع الكبار هيعملوا زيهم وهيطلعوا على السور أو هيطلعوا فوق السطح وهيضيعوا، ودول لسه ما طلعوش ولا راح ولا جم. ده كان اول يوم ومشيت الامور في تمام، والزغلول ده كان مثبتهم في الارض لان هو ما بيطلعش. زي ما انتوا شايفين مثبتهم. ده كان تاني يوم. طبعا بعد كده احنا تاني يوم ذبحنا الزغلول. بعد ما ذبحنا الزغلول زي ما انتم شايفين دول بقوا عايزين يطيروا، ودي كانت غلطه لازم نتعلم منها ونقول عليها للناس كلها علشان ياخدوا بالهم. لما تطلع الزغاليل الصغيره مع زغاليل اكبر شويه ويشوفوهم بيطيروا، سواء في بلكونه زي ما انتم شايفين مثلا واقفين فوق السور او فوق الماسوره او فوق السطح، الزغلول الصغير هيعوز يعمل زيهم. فالمفروض ان انت تصبر عليهم، ما تطلعش دول مع دول. طبعا احنا طلعناهم برضو علشان الفرق بينهم مش كبير، يعني دول في اول الشهر والصغيرين في اخر الشهر، فعايزينهم يلحموا مع بعض بسرعة. فزي ما انتم شايفين الزغلول طبعا الغامق ده طالع فوق الرف. طبعا حكاية الرف دي مفيدة جدا زي ما انتم شايفين، يعني من غيرها تبقى في صعوبة على الحمام ان هو يوصل للبلكونة، فهياخد وقت اكبر. ده بياخدنا الموضوع ان اصدقاء لنا بيسالونا ازاي الزغلول الكبير ادشره. الزغلول الكبير دشاره صعب، لان زي ما انتم شايفين لو الزغلول كبر شويه بيبقى عايز يتحرك ويطير بسرعه، وهو مع يعني مش متعود على المكان او ما عندوش جهد. زي ما انتم شايفين هو عايز يطلع على السور، فانا بنزله لان لو راح سور ممكن يجي في الشارع، لانه لسه ما تعودش، يعني هو لسه صغير بس مستعفي. علشان كده دايما بنقول ان الزغلول المفروض تقطفه اصغر ما يكون، يكون صغير خالص. طبعا الزغلول ده تحس انه كبر شوية، وان هو مثلا اتأخرنا في قطفه شوية، ممكن يوم او يومين. في التوقيت ده اليوم بيفرق، ده غير ان هو شايف الزغاليل طبعا ان هي بتطير فعايز يقلدهم. زي ما انتوا شايفين ان هو نزل فنزلته جت كويسة، فكده دي برضو تدي الواحد اريحية ان هو الزغلول لو طلع على السور هيعرف ينزل. بعد شويه طبعا زي ما انتم شايفين هو الزغاليل واقفه على السور، والزغلولين الصغيرين واحد على الكرسي واحد على الرف. اللي على الرف ده هيتجن وعايز يطلع على السور. طبعا انا زي ما قلت لكم الواحد ما بيخافش عادي مش مشكله، بس المشكله في ان انت تبقى عارف ان هو هيضيع. ده الزغلول طبعا اللي كان طاير وتعب، هنشوفه ان شاء الله في فيديو تاني حكايه الطيران دوت. المهم زي ما انتم شايفين الزغلولين اهوت، الغامق عايز يطلع على السور، هنشوف هيعمل ايه. بعد شوية زي ما انتم شايفين طلع على السور فعلا، اهو اللي في رجله الدبلة اللي من هناك دوت. شوفوا الفرق مش كبير بينهم وبين بعض، زي ما بقول لكم ده هو ده الزغليل دي في اول الشهر وده في اخر الشهر. المهم ان هو وصل السور. طبعا انا ما جريتش عليه ولا اي حاجة، مفيش مشكلة براحته، بس ابقى عيني عليه ان انا اشوفه عمل ايه. طبعا انا مش متوقع ان هو يطير ولا يطلع ولا ينزل، بس هنا النقطة اللي تاخدوا بالكم منها ايه، طالما في زغلول طاير جنبه هو ممكن يقلده ويفكر نفسه ان هو هيقدر يعمل التاني هيعمله. علشان كده لما يكون في زغلول هتطلعه صغير اصغر من الزغلول الطايرة، تفتح له لوحده لحد ما تتأكد ان هو بقى في مستواهم، وبعد كده تلحمهم مع بعض. لكن لو هو مستوى اقل
ما تفتح لهمش مع بعض. طبعا طالما هو واقف وبيبص مفيش مشكلة، المشكلة هتيجي بعد شوية. شوفوا زي ما شوفوا هو عايز ايه، عايز يطير، لان هو شايف الزغاليل حواليه مزولاه طالعه نازله، هو عايز يعمل زيهم. لو لوحده مش هياخد الجرأة ان هو يطلع زيهم. طبعا قعدته على السور ده شيء مفيد، ان هو بيبص بيشوف الدنيا فيها ايه، خصوصا ان وشه لجوه على البلكونه مش على الشارع، وشايف الفرد اللي قصاده الزغلول اللي قصاده ده بينزل، فهو هيقلده وينزل زيه. ده المفروض اللي ده يحصل. طبعا انا مش بقعد اصورهم النهار كله، ده بتبقى بالصدفه، يعني ان انا ببص عليهم كل شويه. شوف الزغلول عايز يقوم اهو، عايز يطلع. ماشي تمام، زي ما انتوا شايفين انا مش بقرب عليه برضو ولا اي حاجة، براحته، مع ان هو صغير ومش هيقدر يوصل. هوب، وقع. وقع فين؟ في ارض البلكونة. ده كويس، كويس انه ما وقعش فين، في الشارع. لكن هي فرقها ايه، اقل من 10 سنتي وكان هيبقى في الشارع لو جه من الناحية التانية من السور. انا طبعا ولا خفت عليه ولا حبسته ولا اي حاجة، سبته زي ما هو عادي مفيش مشكلة. وبعد شويه داخل البلكونه بالصدفه لقيته ان هو واقف على المنشر وجاي على السور، راح وقع على الحبال، هوب وقع في الشارع. والحمد لله انا كنت واقف في الوقت دوت وندهت على واحد جارنا في الشارع مسكه ونزلت خدته منه. طبعا الحمام معرض والزغاليل معرضه ان هي تقع في الشارع زي ما احنا متفقين. العبره اللي احنا ناخد بالنا منها ان انت ما تفتحش الزغلول صغير معاه زغلول كبير، غير لما الزغلول الصغير يطير لوحده بعد كده تبقى تلحمهم، لكن الاتنين مع بعض الزغلول هيحصل له زي دوت. ولو انا في اللحظة دي ما كنتش في البلكونة بالصدفة ما كنتش لقيته تاني. طبعا تحياتي لكم جميعا، اخوكم عماد حمدي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.